السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. تبعت الـ series of tutorials build your first game from A to Z using a real engine. دونك في الفيديو هذي باش نكملوا الجيم تاعنا. كنت اذكروا في اخر مرة خدمنا شوية على level design, حطينا عملنا متاهة لل الجو متاعنا, من بعد زدنا اجوتينا ساوند للكوين. قبل ما تتنحى الكوين ديريكتومون يتعمل الساوند هذا. دونك نجربوا الماب متاعنا نشوفوا رواحنا وين وصلنا. باهي برشا. دونك كان لاحظت فما حاجة معناها تحسها ناقصة يظهرلي, اللي هي في الماب نتاعنا ناقصة حكاية. طبعا عندنا 5 كوينز, معنديش سكور باش يقولنا لي انتوما لميتوهم خمسة كعبات فلوس ولا لا. دونك هذاك شنو باش نخدمو في الفيديو هاذي. باهي باش نخدمو الحكاية هاذي لازم نقبل كل شيء نخمو معناها كيفاش باش تصير الحكاية هذي, كيفاش باش نعرف, كيفاش باش نحسب الكوينز, الفاريابل هذي وين باش تكون, باش تكون اسكا عند الكوين ولا عند البول ولا وين باش نحطها, باش نحطها في كلاس جديدة. دونك هذوما الكل لازم تخمو فيه. بون نحنا لهنا عندنا 5 كوينز, والكوينز نتاعنا هما دي كلاس. دونك اذا كان باش نعملو الفاريابل نتاعنا في الكوين, كل مره وين تدستروي الكوين نتاعنا باش انكريمونتي, اما باش تموت معناها باش تموت مع كعبة الكوين هذيك. دونك هذه حكايه زايده على الاخر باش انك تعمل فاريابل مع الكوين هذاك. دونك بو لو مون خلينا من الفاريابل وين باش نحطوها, اسكو عند البول ولا عند الكوين. خلينا نبداو بحكايه سامبل على الاخر, اللي هي نعمل جوست تكست يفيشين مثلا يكتب لنا سكور دو بوان حاجه على خمسة ولا حكايه كيما هكا. باش نعمل الحكايه هذيك, نجيو ديريكتومون لهنا في الكونتنت براوزر, تنزلوا بالبوتون دروا تحطوا له طب وكل تمشيوا اليوزر انترفيس, تختاروا ويدجت بلو برينت. دونك شنو نعملوا, شنو نسميها سكور لهنا. فوالا دونك جست كليك عليها مرتين باش تحل. باهي كان تلاحظو معناها طلعتلنا مربع هكا صغير, اللي هو براتيكمون ليكرون تاعك لافيشاج متاع الجو. كان تأخر هكا شوية و تكليكي لهنا مثلا يجي يعطيك الستاندر سكرينز الموجودين معناها اللي تنجم تخدم عليهم, مثلا هذي ولا هذي ولا هكا ولا هكا. دونك نحنا نخليوها لهنا بو لو مومون. باهي شنو قلنا, نحنا قلنا باش نعملو سكور نتاعنا, باش نعملو تكست باش نلقى فيه باش يفيشيلك سكور نتاعك قداش, باش يبدا موجود في بلاصة معينة. دونك جست تجيو لهنا للباليت و تهبطو هذيا التكست, تهبطوها لهنا تكست بلوك. باهي من بعد تجيو لهنا للديتيلز. دونك قبل ما تبوزيسيونيها وكل شيء, دونك جست باش نحضر التكست نتاعي باش تكتب غادي شنو. دونك التكست نتاعي شنو باش يكون, باش يكون مثلا سكور دو بوان و حاجة هكا على خمسة اكزومبل, ولا نجم نعمل حتى فيها شوية باسمون غادي كي. باهي دونك هذاك شنو باش يكون التكست نتاعي. دونك غادي بو لو مون سافا. فما حاجة تخمو فيها, وين تحب تبوزيسيوني بالضبط السكور متاعك والكولور متاع الفونت متاعك. دونك الكولور خليها من بعد, عطينا بو لو مون نخمو وين تحبو تبوزيسيوني السكور متاعك. خاطر تنجم مثلا فما عباد تقعد ديما فما في دي جيمز
تلقى السكور نتاعهم موجود فوق على اليمين، فما تلقاهم فوق على اليسار، فما تلقاهم اللوط، فما تلقاهم ما نعرفش في الوسط اكزامبل، فما تلقاهم في الزون هذي. دونك كان واحد من الناس باش نختار البوزيسيون هذي باش نحط فيها السكور نتاعي. من بعد باش نمشي نهبط لهنا، باش نلوج على حاجة اسمها فونت، فوالا ديجا موجودة لهنا، محطوطة السايز على 24، باش نزيد نكبر في الفونت شوية باش نحطها على 40 بيكسل. باش نجي لهنا جستيفيكيشن، باش نحط نحطها الاين تو سنتر، باش نسنتريها في الوسط بالضبط. دونك هذاك هذاك كيفاش باش يكون الفيو نتاعنا. دونك مكتوبة بالابيض، من بعد نشوفوها اسكو الابيض معناها كولور باهي على الاخر مساعدنا في الخدمة نتاعنا ولا لازم نبدلوه. دونك من بعد نزيد واحدة اخرى اللي هي اسمها تكست بوكس، واللي هذه براتيكمون تنجم تقولوا سي ان تكست اللي هو اديتابل، تنجم تديتيه وايل بلاين. بار كونتر هذايا ما تنجمش تديتيه. فرق بين هذا والاخر انه هذا مثلا بالنسبه للي يعمل ويب ولا حاجه، قل لك هذا كيما اللابيل بالضبط، يعني تكست اديتابل من الاخر نجم تديتي. بار كونتر هذا اللي هو تكست عادي ما تنجمش تدي، تكست بوكس نجم تكرازي وتكتب عليه حاجه اخرى. دونك باش نحطوا له فالور بار ديفو هنا، باش نحطوا زيرو باش نعرفوا روحنا اسكو معناها مريقلين ولا لا. دونك من بعد باش نمشيو للفونت هنا، نحطوها ميم فونت معناها 40، وباش نبدلو الكولر الفونت فور كولر اللي هو الفونت كولر نتاعنا نحنا، اللي باش نحطوه وايت كيف كيف. فما حاجة أخرى اللي هي باك جراوند كولر، كانت تلاحظوا اللي هي غادي كي بيضة و ترانسبارون شوية، دونك باش نحاولو نحطوها ترانسبارون توتالمون باش نجمو نشوفو شنو فما على اليمين، شنو فما في المعلم تالي. وباش نزيدو نعملو حكاية جستيفيكيشن نتاعها باش نعملوها الاين تو رايت. دونك جست عرفش فسركم علاش الاين تو رايت، مهمها مش مشكل معناها تعملو الاين تو رايت ولا الاين تو ليفت كيف كيف نفس الحكاية، جست حاولو تبوزيشوني التكست نتاعكم قد قد. اما اني واحد من الناس خممت معناها انه مثلا نجمو نديباسيو الخمسة هذوما، نجمو نعملو 10 اكزامبل. دونك كيفاش تعمل 10 كوينز وباش يوصل الكاونت نتاعك العشرة، فما نمبر اخر باش يتزاد على اليسار، واللي هو ديجا راني قاري له حسابه لهنا، يعني نجم يكون موجود لهنا. هذاك علاش يعني قلت لصقوها على الاخر، نعملو الاين تو رايت ولصقوها للماكسيموم لهنا. هيك فما حاجه كان لاحظتها اللي هما الفونت ماهمش كيف كيف براتيكمون، دونك مش كيما الفونت تاع سكور كيما الفونت نتاع نتاع التكست نتاعنا التكست بوكس. دونك باش نركها لك هذه تو سامبلومون، تجي لهنا تكليكي على السكور تسيليكسيونيها، بعد تمشي لهنا عندك الفونت فاميلي نتاعها روبوت. دونك نرجعوا للسكور نتاعنا، شوف اسكو عندنا موجودة فونت روبوت ولا مش موجودة. دونك مانيش لاقين، عندنا يعطينا زيرو ايتمز. دونك فما فازة سهلة على الاخر تنجمو تعملها، جست سيليكسيوني التكست بوك التكست نتاعك وتكليكي لهنا على السيرش، هذه براوز تو روبوت ان كونتنت براوزر. كيف انت تكليكي عليها لهنا ديريكتومون باش يهزك باش يرجعك للماب نتاعك للاديتور نتاعك، وباش يهزك للبلاصة اللي موجود فيها الروبوت. دونك من غير ما تنزل على حتى شيء، تعاود ترجع للسكور نتاعك، سيليكسيوني هذه الزيرو، تنزل على الفلاش الصغير هذا. دونك سي بون، انتهت العملية والزوز ولا وفرد فونت، جست واحدة بولد والاخرى مش بولد، دونك نبدلو هذه بولد. دونك فوالا، انا نفس الفونت مريقلين على الاخر قد امورهم نظف. دونك جست هذه اللي دي تيبل تيكس باش نمشي نبدلها اسمها، خاطر الفاريابل هذه هي باش نديتيوها نحنا. دونك حشرنا بها باش نجمو نكسيديو لها. دونك باش نعطيوها اسم، دونك باش نسميها هاني لهنا سكور اب ديت ديت. دونك نغسل بيها فوالا. باه دونك هاذيك الفاريابل نتاعنا حد لهنا. دونك يقول الواحد اسكو سي بون معناها صحيح هاذيك هي الحكاية باش نجوتي سكور. لا، اذا كان باش تستي تو الجو نتاعك ماهيش ديريكتومون باش يمشي وباش يطلع لك اللي انت عندك سكور طول. دونك فوالا هاني كنحط مود فول سكرين، هاني ديجا كنت لاحظوا ال كنت لاحظوا اني السكور نتاعي حطيتو لهنا في الكوتي هذا، دونك هو ما طلع لي حتى شيء. دونك فما حاجه اخرى لازم نخدم عليها،
اللي هي باش نجيو للبول نتاعنا. لهنا في البول نتاعنا شنو نظن بون باش نعاودو نصنعو لهنا في البول نتاعنا شنو باش نعملو باش نجيو لهنا باش نجيو فاريابل اخرى دونك من غير ما تسميوها بالمو اكتبو جست سكور نفس الاسم تاع الكلاس اللي صنعتوها باه جست نحط لهنا بعض على بعضو وسميها اكزامبل ويدجت ويدجت ريفرنس بون مش نصنع طول فاريابل اسمها سكور دونك عطينا بور المومون عندنا ويدجت ريفرنس باه باش نجيو للايفنت نتاعنا بيجين بلاي باه علاش باش نجيو للايفنت نتاعنا بيجين بلاي خاطر حاشتنا من اول ما يبدا ما تبدا الجو نتاعنا دونك ديريكتومون يا فيشي لي سكور يعني ما حاشيش بيه باش يفيشي سكور من بعد ولا يعمل لنا بوز ولا كيوف الطرح يفيشي سكور يعني نحب نعرف السكور نتاعي على طول الطرح دونك باش نجي للايفنت اسمه ايفنت بيجين بلاي اللي هو من اول ما يبدا الطرح باش يبدا يخدم لي في الحكايات اللي بعد معناها اللي بعد الاكزيكيوت نتاعو الكل دونك في الاكزيكيوت نتاعو باش نمشي نادي الوحده اسمها ويدجت اللي هي بالضبط كريت ويدجت دونك لهنا باش تعمل الكرياسيون تاع الويدجت نتاعك نحن نقولوا علاش تعمل في الكرياسيون وقت اللي نحن ديجا صنعنا انت مازلت ما عملتلهاش انيسياسيون معناها مازلت ما انستانسيتهاش في السين نتاعك دونك اول ما تحل الجو لازمك تعملها معناها تينيسياليزيها كيما نعرفش يعني مثلا شريت حاجة جديدة و it's not to use حتى لين تحل البوكس متاعها معناها لازمك تحل البوكس متاعها ومن بعد نجم تستعملها حاجة امبالي مثلا فهمت باه دونك لهنا هو عطيني constructor نون جست باش ننزل على هذي باش يصنع لي السكور create score widget باه ومن بعد من هذي باش ياخو هذيا خاطر الويدجت اللي باش يصنعها هي الويدجت نتاعنا هي السكور دونك باش نحطوها بالسيت خاطر الكرياسيون باش تصير للويدجت هذي اللي نحنا صنعناها ديجا دونك نحنا صنعناها ما جوست مازلنا ما عملناش الانيسياليزاسيون دونك هذيا تنسياليزيها تنسياليزي هذيا من بعد من هذيا دونك شنو حاشتنا حاشتنا باش نفشيوها على الاكران دونك جوست سهلة برشا نكتبو اد تو فيو بور ديجا عندنا طلعت لنا اول وحدة هذيا اد تو فيو بور باه كيف كيف ضرب الديسان دونك هذه هي يعني الخدمة نتاعنا بور المومون كومبايل سيف نعاودو نرجعو للماب نتاعنا طلعت لنا شيء لا جوست كبرو تويتر فوالا يعني ديجا موجود اللوط على اليسار السكور نتاعنا دونك برانسيب واحد يقول توا سي بون سافا سكورنا مريق واموره منظمة اما لا مازلت فيه شوية خدمة وليهاكم لحظة بركة عمكم باش تلاحظوها شنيا الخدمة ولا توا لقتنا كعبة فلوس مي متبدلش السكور نتاعنا دونك هاذيك هي الخدمة نتاعنا شنو باش تكون باش نركزو على علاش معناها كي لقتنا كعبة فلوس ما تبدلش من السكور دونك الحكاية هذي باش نخدموها في الفيديو الجاي دونك نخليكم يا جماعة ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو يا بيانتو